السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بمرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. إذا غادي نشوفوا الصفحة 50 دائما في إطار أنشطة التقويم والدعم الخاصة بالوحدة الثالثة Activity d'évaluation et de soutien de l'unité 3. إذا توقفنا عند التمرين الخامس. إذا أتمم الجمل الآتية بما يناسب. يكون الخليط متجانسا عندما لا. إذا ملي كنهضروا على خليط متجانس فهذا كيعني بأنه لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة. إذا عندما لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة. الجملة الثانية: لفصل مكونات خليط متجانس نقوم بعملية التقطير. إذا ملي تكون عندنا عملية خليط متجانس فالعملية المناسبة هي عملية التقطير. إذا نقوم بعملية التقطير. عندما نترك خليطا غير متجانس في حالة سكون نحقق عملية إذا الصفق ديكونتاسيون. اذا فاش كنخليو واحد الخليط لواحد المده وكنلقاو بانه ترسب عندنا واحد المكون في الاسفل وبقى واحد المكون اذا اخر، اذا فهنا كنهضروا على عمليه الصفق. التمرين السادس: املأ الفراغ بما يناسب. تتكون الماده اذا من ماذا؟ اذا من دقائق، اذا من دقائق متناهيه في الصغر. إذا من دقائق متناهية في الصغر لا ترى بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة. إذا نمر الآن إلى التمرين السابع: أكتب اسم التقنية المستعملة في كل حالة لفصل مكونات خليط. إذا لاحظوا معي، إذا بالنسبة للحالة الأولى عندي ماء به أجسام عالقة، إذا كان نخويه في واحد الحوجالة إذا فيها قمع، عندنا قمع في ورق الترشيح، إذا فهاد العملية هذه كتسمى الترشيح لأن ورق الترشيح كي يعني يسمح بنفاذ الماء المقطر اللي كتسمى رشاحة، وهاد المواد العالقة فيه كتبقى أو كترسب على ورق الترشيح ما تخليهاش تدوز الإناء. ثانيا لاحظوا معي لدينا ماء عكر، بعد مدة لاحظوا لدينا ماء عكر وأجسام صلبة إذا مترسبة في أسفل القعر، إذا هنا في قعر الكأس، إذا هنا كنهضروا على عملية الصفق ديكونتاسيون. إذا الصفق. بالنسبة للعملية الثالثة لاحظوا لدينا التسخين، إذا التسخين محلول الملح، إذا فهنا كنديرو عملية التبخر لفصل مكونات هذا المحلول، إذا عملية التبخر. إذا ندوزو السؤال الثامن: dans un lieu donné، واحد المكان محدد، un corps C1، واحد الجسم سميتو C1 de masse m est égal 100 grammes عنده كتله 100 غرام. دونك ا اون انتنسيتي دو بوين وعنده شده وزن ديال 1 نيوتن. parmi les réponses suivantes j'inscris la bonne réponse dans la case qui convient. donc l'intensité de poids du corps C2 et wesh P est égal 2 newton moins P est égal 1, ou bien P est égal 1,5 ou bien P est égal 3N 3 newton. هنا بالنسبة C2 واش شدة الوزن ديالو هي 2 نيوتن ولا 1.5 نيوتن ولا 3 نيوتن. لا ماس M du corps C3 est
سي 3 واش الكتلة ديالو هي 250 غرام ولا 300 غرام ولا 350 غرام؟ دونك شوفوا معايا هاد السي ان هذا الكتلة ديالو 100 غرام وشدة الوزن فيها 1 نيوتن، 1 نيوتن. اذا بالنسبة للسي دو فيه 150 غرام، عنده 150 غرام في الكتلة. اذا شوفوا معايا شدة الوزن فهي تقريبا 1.5 نيوتن، اذا 1 فاصلة، لان عندنا هنا تشير بالضبط 1.5، اذا 1.5 نيوتن. اذا اللي كانت فيه 1.5، شوفوا معايا تزاد بخمسين غرام من 100 لـ150 حتى شدة الوزن تزاد بـ0.5، من 1 لـ1.5 شدة الوزن هنا تزادت لـ3، اذا ضعف 1.5 ضعف ديالها هي 3، اذا حتى 150 غيكون ضعف ديالها، اذا 150 غيكون ضعف ديالها، اذا 150 في 2 اذا جوج المرات هي 300 غرام، اذا 150 هي 300 غرام، اذا 300 غرام هنا غنكتبوا 300 غرام. اذا هاد السي 3 الكتله ديالو 300 غرام، علاش؟ لان كان عندنا في المرحله الاولى السي 1 كان الكتلة ديالو هي 100 غرام، وكانت بي شدة الوزن ديالو هي 1 نيوتن. ملي ضاعف ولا زدنا تقريبا 50 غرام، إذا زدنا 50 غرام حتى هنا تزادت 0.5، شدة الوزن تزادت بـ0.5. إذا هنا شوفوا معايا في السي دو السي 3 شدة الوزن كانت 1.5 رجعات 3، إذا ضعف، اذا 1.5 رجعات 3، اذا الضعف ديال شده الوزن ديال السي 2. اذا حتى الكتله ديال السي 3 خصها تكون الضعف ديال السي 2، الضعف ديال السي 2 هو 300، 150 فوا 2 فوا 2 باردون هي 300 غرام. اذا هادو هما يعني الاسئله الخاصه بهاد الحصه هذه. كاين واحد المعيار ديال التمكن من تعلمات الوحدة، إذا ممكن أنكم تجاوبوا عليه لأنه واحد تقويم ذاتي، فغادي تأخذ مثلا أضعوا علامة أمام النتيجة التي حصلت عليها. إذا واش تمكنت من حل جل أو جميع الأنشطة المقترحة، واش تمكنت من حل بعض الأنشطة المقترحة، ولا واش تعثرت في حل جل الأنشطة المقترحة. إذا إلا تمكنت من حل يعني الجميع أو الجل، إذا غندير علامة هنا وغنعتبر راسي متمكن. الا تمكنت من حل غير البعض غادي ندير علامه هنا وغنعتبر راسي في طور التمكن، خصني مازال نزيد نجتهد. والا ما جاوبش على الاسئله فهنا غنعتبر راسي غير متمكن وخصني واحد الدعم شامل واحد الموازاه كبيره. اذا هذه واحد الشبكه ديال التقويم الذاتي باش نعرف راسي واش كابتيت يعني الدروس ديال الوحده الثالثه ولا لا. اذا الى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يخص تقويم ودعم الأسدس الأول، اذا جميع الوحدات وجميع الدروس اللي شفنا في الوحدات الأولى والثانية والثالثة. اذا نكونوا في الموعد، الى اللقاء.